أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة رافدين الفضائية. نسلط الضوء على تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، حيث تحدث التقرير عن واقع أطفال العراق وحجم المعاناة التي يعيشونها في ظل فقدانهم لأبسط حقوقهم، طبعا خاصة مع غياب التشريعات التي تؤمن حماية الطفل العراقي وتوفر له حياة كريمة، إضافة إلى عدم وجود أي دور حكومي داعم لهذه الشريحة المهمة والأساسية لبناء المجتمعات. سيكون معنا في هذه التغطية ضيوفا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب من ستوكهولم الناشطة الحقوقية آمال الظفيري. فاصل قصير ولنا عودة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. نتحدث عن واقع الطفولة في العراق بحسب تقرير أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أرحب بضيوفي الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. وأرحب بالناشطة الحقوقية آمال الظفيري من ستوكهولم. أهلا بكم أستاذة آمال. أهلا بك، شكرا لك. أبدأ معكم دكتور أيمن. قسم حقوق الإنسان طبعا من خلال الرصد والتوثيق استطاع أن يرفع واقع الأطفال في العراق، ولكن السؤال هنا لابد من التوقف عنده. دكتور، كيف كانت العينات الممسوحة من قبل فرق الرصد، لا سيما أن العينة التي قدمتموها في تقريركم شملت آلاف الأطفال في العراق؟ تحية لك أخي مجددا. أهلا بك سيدي الكريم والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني قام مندوبو قسم حقوق الإنسان بزيارة عدد من المخيمات والأماكن العامة، مخيمات طبعا النازحين والأماكن العامة التي يتواجد فيها الأطفال في مناطق مختلفة من العراق، في الوسط وفي الجنوب وفي الشمال، وقاموا بإجراء مقابلات كثيرة مع عدد كبير من الأطفال، ولا سيما طبعا كانت الاستهداف الفئة الذين فقدوا ذويهم في الحرب أو من جراء النزاعات المسلحة الجارية في العراق. طبعا العينات كثيرة جدا، الأطفال في الآلاف الذين تم يعني التحدث إليهم والاستماع للمآسي التي يعيشونها هم عائلة يعني هم وعائلاتهم، لكن بالحقيقة بعض النماذج التي تعينا ذكرها في التقرير هي تطابق الكثير من الحالات الأخرى. فمثلا من وجد هو طفل ووجد نفسه وحيدا مع أمه المريضة واضطر للعمل كي يوفر لقمة العيش، والطفل الآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تم العثور عليه وهو يتسول يعني في الطرقات، وطفلة بجانبها أخوها الصغير وهو طريح الفراش بسبب إصابته ويعني طبعا بالحرب التي جرت، والكثير الكثير والحال الذي آلوا إليه هم بعد أن تركوا وحدهم لمواجهة الجوع والعطش وقسوة الحياة في سن مبكرة. إضافة إلى ذلك يعني هنالك الكثير من الأطفال المشردين الذين تم الحديث معهم يعانون غياب الحماية والرعاية، وبات الحصول على الطعام ليس متاحا في كل يوم بالنسبة إليهم. طبعا ومع يعني لدينا حتى بيانات للأمم المتحدة تتحدث عن وجود أكثر من مليون طفل
بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية من جراء تأثرهم بالحروب، وما يزال الأطفال العراقيون حقيقة يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار العنف. وغياب قانون، هنا نؤشر غياب قانون يحمي الأطفال والفئات المجتمعية الضعيفة الأخرى من العنف والتعذيب النفسي والجسدي والإهانة والإهمال التي يتعرضون لها في من قبل السلطات الحكومية حقيقة، سواء يعني في المعتقلات للأطفال وهناك آلاف الأطفال في السجون، أو سواء في يعني الحياة اليومية جراء الإهمال بالنسبة لأطفال المخيمات. طيب دكتور، وفئات واسعة من الشعب من الأطفال في العراق حقيقة بلا رعاية ولا حقوق ولا يعني نعم دكتور. المزرية التي طيب نعم. دكتور دعني أنتقل إلى الأستاذة آمال. أستاذة آمال مرحبا بكم من جديد. يعني كما تفضل الدكتور أيمن يقول بأن هناك منظمات حقوقية دولية قالت بأنه 1 مليون طفل بحاجة إلى عناية نفسية واجتماعية، واقع الأطفال في العراق كما تفضل بشرحه الدكتور أيمن العاني، ولكن السؤال لماذا يشرك الأطفال في معاناة ذويهم؟ ما ذنبهم في كل ما حصل في العراق أستاذة آمال؟ نعم، الأطفال هم الحلقة الأضعف بالمجتمع العراقي. حمايتهم في حال فقدوا ذويهم أو في حال ضعف الحال المادية أو أيا كانت لذويهم، فهم من مسؤولية الدولة. الدولة هي المسؤولة الأولى قانونيا وإنسانيا أمام مسؤولة عن هؤلاء الأطفال. مع الأسف أنا يعني أعتقد إنه الدولة مهملة بهذا الجانب. وين حقوق الطفل وين حقوق الطفل اللي وقع عليها العراق بقانون حقوق الطفل التابع للأمم المتحدة؟ يعني الأمم المتحدة خلت حقوق للإنسان بعدين، وطبعا حقوق الإنسان هي من ضمنها حقوق المرأة والطفل، لكن بعدها أقرت بند خاص، إعلان خاص بس بالطفل وبس بالمرأة. فالعراق من الدول اللي موقعة على هذا القانون، في حين هي أعتقد متعمدة تهمل هذا الجانب، جانب الأطفال. أبسط شيء يطلع وزير الداخلية يقول أنا ما عندي أي سلطة. وزارة الداخلية هي طبعاً إحنا العراق كله من شمال الجنوب، الأمن الداخلي وأمن المواطن وأمن الطفل كلها من مسؤوليته، يطلع ويقول أني ما عندي أي سلطة ولا أقدر أحرك أي شيء. إذا نحن عندنا خلل بالسلطة، خلل عندنا بالمؤسسات الدولة العراقية. ولكن أستاذة أمال، يعني دستور عام 2003 الذي اتفق عليه شركاء العملية السياسية قالوا بأنه سيجلب الديمقراطية إلى العراق، وأيضا سيجلب الرخاء لكل طبقات العراق بما فيهم الأطفال. إلى أي مدى يعارض هذا الواقع الذي يعاني منه أطفال العراق؟ يا سيدي الكريم، نسبة الأمية بكوبا أقل من نسبة الأمية بالولايات المتحدة الأمريكية. الديمقراطية هي ليست شرط أن الإنسان يأخذ حقوقه. بالتأكيد تحت يعني بالحكم الديمقراطي تكون حقوق الإنسان مرفهة، والمفروض تكون الإنسان والطفل ماخذ حقوقه كامل. ومع هذا بعد 2003 بحجة الديمقراطية، واللي هي لحد الآن احنا ما شفنا أي شكل من أشكال الديمقراطية. هي فقط ديمقراطية أحزاب تتناوب فيما بينها من 2003 لحد الآن. فشلت هي مو فقط مع الأطفال، فشلت بكل مجالات الحياة بالعراق. وبالعكس أنا إذا أحس إنه هذه الحكومات هي جاءت لتدمير العراق، لتدمير الدولة العراقية والمواطن العراقي، ومن ضمنهم هم هذه طبقة الأطفال. العراق ما زال كان وما زال تحت الاحتلال. بالبداية كان بشكل مباشر، بعدها سلم العراق لإيران. إحنا دولة ناقصة السيادة، ما عندنا أي سيادة على وبالتالي إحنا عاجزين، الحكومة العراق عاجزة
أن تنفذ أي تنمية بأي مجال. أنا أعتقد إحنا ناس أو مو إحنا، أقصد الطبقة الحاكمة هي عاجزة أن يعني مثل ما قال وزير الداني ما أقدر أحرك سيطرة بالداخل العراق. فهذه يعني ضحكوا بها علينا وضحكوا بها على 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 المجتمع الدولي. طيب نعم. أستاذ أمال دعيني أنتقل إلى الدكتور أيمن. دكتور أيمن، يعني كيف ترون واقع عوائل هؤلاء الأطفال في ظل الواقع الذي يعيشه أطفالهم أستاذ دكتور أيمن؟ الحقيقة أخي الأطفال يعني جزء من المجتمع، طبعا جزء مهم من المجتمع لا شك، لكن هو جزء من المجتمع. لدينا في العراق اليوم نحو يعني أو أكثر من 35% من الشعب العراقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي. يعني أكثر من 2 مليون عائلة عراقية تعاني من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون منذ عدة سنوات في ظروف إنسانية قاهرة. طبعا هذا الأمر ينعكس سلبا على واقع الأطفال بسبب ما يتعرضون له من المرض وسوء تغذية وحرمان من الالتحاق بالمدارس وسلبهم الحقوق. يعني وعلى الرغم من التحذيرات المحلية والدولية من إهمال هذه الفئة المجتمعية المهمة المهمة لبناء المجتمع والمهمة لديمومة الدولة، لكن الجهات الحكومية المعنية غير مكترثة بل ومتقاعسة في أداء دورها تجاههم، ولا سيما توفير الحماية والرعاية. وكل هذا طبعا يجري بذرائع واهية تمام عن منهجية واضحة الهدف منها إيصال فئات واسعة من الأطفال العراقيين إلى ما وصلوا إليه من واقع مزري. هو في هذه النقطة دكتور، آسف المقاطعة، ولكن ما الذي منع الحكومات المتعاقبة وحتى الحكومة الحالية وربما الحكومة القادمة أن اتفقوا على تسمية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء؟ بمعنى آخر، ما الذي يمنع الحكومات المتعاقبة من توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال؟ يعني من المستفيد في ذلك دكتور؟ أخي الكريم، كما قلت أنا يعني الأطفال هم جزء من المجتمع، والمجتمع كله مستهدف من قبل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. ليس من صالح الحكومات أن تجعل من واقع الأطفال أو وضع الأطفال مستقرا وهادئا ومتوفرا بسهولة كثيرة لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية ووجدت أو يعني تم استدعاء الأولويات الوطنية، لكان الأطفال من أول الفئات المستفيدة من هذا الموضوع. لكن الذي الواقع في العراق هو عكس ذلك، حكومات احتلال متعاقبة عاشت وما تزال تعيش على الفوضى، إثارة الفوضى وتفاقمها وافتعال الأزمات سواء سياسية اقتصادية وعلى الصعد كافة الحقيقة. وهذا الواقع يعيشه العراقيون منذ نحو 2 عقد من الزمن. الأزمات الحالية يعني دليل على هذه الحقيقة المرة التي يعني يتجرعها العراقيون في ظل حكومات تفتقر إلى الأولويات الوطنية. فاليوم يعني الحكومات في واد والشعب بفئاته ومكوناته في واد آخر. يعني إحنا ماذا يفرز؟ يفرز أزمات متتالية متفاقمة، ويعني بالنتيجة لا يمكن أن نوفر أو نتصور أو نتخيل أو نتوهم حلولاً ناجعة للأوضاع الحالية سواء على مستوى أوضاع الطفل أو المرأة أو المحاور الأخرى من محاور حقوق الإنسان في ظل المعطيات الحالية. وهذا طبعاً هنا نؤكد وهذا أمر مخطط له مسبقاً ويراد له ذلك، لأن كما ذكرت المستهدف هو المجتمع العراقي برمته، والأطفال جزء كبير وجزء الطفل جزء من هذا المجتمع. طيب أستاذة أمال، لو تحدثنا ونتوقف عند نقطة مهمة جدا عن تحمل المسؤولية، من يتحمل مسؤولية
واقع الطفولة الذي وصل إليه العراق، هل يتحمل مسؤولية الاحتلال الأمريكي أم من النفوذ الإيراني أم الميليشيات أم الحكومات المتعاقبة؟ نعم، هي يا إما إحنا دولة مستقلة وإحنا، فبالتالي الحكومة العراقية هي اللي تتحمل مسؤولية وضع الطفولة بالعراق، أو إحنا دولة محتلة وبالتالي المحتل اللي هي أمريكا وإيران هي تتحمل مسؤولية الوضع المتردي للأسرة العراقية وبالتالي للطفل العراقي. نعم. على حسب ما يعني نسمع إنه إحنا دولة مستقلة ودولة ذات سيادة. إذا أنا ما دام الحكومات المتعاقبة تقول إحنا دولة مستقلة ذات سيادة، إذا الدولة الحكومة الموجودة والحكومات اللي كانت موجودة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة على وضع الطفل العراقي والأسرة العراقية. طيب أستاذة أمال، ماكو شيء اسمه نعم. اسمه ميليشيات، يعني إحنا يا أما دولة أو لا دولة. نعم. طيب أستاذ أمال، إلى أي مدى أثرت الصراعات السياسية وأيضا النزاعات المسلحة بعد عام 2003 على واقع أطفال العراق؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد أي نزاع مسلح أو أي حادثة أو أي فيضان طبيعي يصير بأي مدينة راح يأثر مباشر على وضع الأسرة، القلق، الخوف، هاي كلها تأثر مباشر على الأسرة والطفل. بالتأكيد أنه الاحتلال والحروب أثرت بصورة مباشرة. يعني ما يهمني شنو تفلش من بناء تفلش، اللي يهمني كم مواطن عراقي تشرد، كم مواطن عراقي فقد الأمان. الإحساس بالأمان ضروري النمو الأطفال، النمو عموما الإنسان. قولي كم عائلة تشردت، كم عائلة هجرت، الأطفال المخيمات وما زالوا موجودين بالمخيمات، الأطفال اللي موجودين بتركيا عوائلهم الهاربة، حتى اللي موجودين بأوروبا، الأطفال اللي جونا من العراق جونا يعانون من مشاكل نفسية كبيرة. العائلة والطفل العراقي ومع الطفل السوري أيضا يعانون من مشاكل نفسية كبيرة. بالتأكيد الحروب تأثر، أول ما تضرب تضرب الأسرة والمجتمع تفككه. بالمقابل لازم دور الدولة، دور منظمات المجتمع المدني تقلل لكن ما تمحي. منظمات المجتمع المدني بالتأكيد ما تقدر تقوم، يعني تقوم مقام الدولة، هي تساعد لكن في ظل انعدام الأمان. ما أعتقد أكو يعني منظمة حتى إذا كانت دولية أو محلية تقدر تقوم مقام الدولة. الدولة ثم الدولة هي المسؤولة مباشرة عن وضع الأطفال بالعراق. طيب دكتور أيمن، أبقى في نفس النقطة، يعني هذا الواقع الذي شكلته الصراعات السياسية والنزاعات المستقبلية في مستقبل الأطفال في العراق، هل تراها أنها مستمرة؟ هل هناك انفراجة في المستقبل المنظور، الالتفات من قبل الحكومة القادمة على رعاية الطفولة في العراق؟ تعتقد ذلك دكتور؟ أخي الكريم، يعني رعاية الطفولة، يعني الحقيقة في العراق ملايين الأطفال يفقدون الطفولة أو فاقدوا للطفولة لأنهم يعيشون في ظل حكومات تعتاش على الأزمات، تعتاش على الفوضى، تعتاش على الفساد وما يفرزه هذه المنظومة أو ما تسمى العملية السياسية، ما تفرزها من يعني الكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقدمية، يعني على جميع الصعد. يعني مثلا لو نتناول جزء من هذا الأمر، ماذا لدينا في العراق؟ لدينا اليوم يعني كم هائل، ملايين الأطفال حقيقة. يعني 7 ملايين يتيم ومثلهم محرومون من حق التعليم، أكثر من 5 ملايين طفل عراقي تأثر بأعمال العنف،
المتواصلة الحقيقة في العراق. نعم. 40% من الأطفال العراقيين فقراء. الأطفال يشكلون أكثر من ثلث ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، تقدر أعدادهم بمئات الآلاف بل بالملايين. يعني لدينا مثلا إحصاء الأمم المتحدة يتحدث عن حوالي عدد الأطفال المتسولين في العراق، تصل أعدادهم إلى 450 ألف طفل. يعني طبعا ناهيك عن الساكني المخيمات، ونحو مليون طفل يعيشون حياة التشرد. الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، نعم، 11% من الشعب العراقي هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور، تقريبا الأطفال في سوق العمل كم عددهم؟ يعني من رقم تقريبي، هل رصدتم ذلك؟ يعني احنا لو نستدعي إحصاء لمنظمة اليونيسف، نعم، تتحدث عن مليون طفل. الحقيقة هي هذا الرقم يعني مجامل للواقع أيضا، يعني نعم، من يعني ينزل إلى الأرض و يتجول في بغداد تجد آلاف الآلاف من الأطفال، سواء في سوق العمل أو في تسول، يعني هناك تسول، في التسول، نعم، أو في تقاطع، أي تقاطع طرق اليوم في العراق تجد الأطفال كأنما يعني عدد كبير من الأطفال في كل تقاطع. هذا من يبيع المناديل الورقية، وهذا من يبيع الماء، وهذا كل هؤلاء الحقيقة يعني ظاهرة عمالة الأطفال تفاقمت كثيرا. نعم. في عهد المالكي وارتفع معدل يعني منحنى البيانات كثيرا منذ ذلك الحين، وحتى وصلنا الى، طيب دكتور، يعني نعم، اكثر من مليون طفل. نعم. وابرز اسبابها طبعا هذه الظاهره هي الظروف الاقتصاديه والامنيه السيئه، يعني اضافه الى الفوضى الحاصله في قطاع العمل من جراء غياب الرقابه. نعم. عدم تفعيل القوانين اليوم، يعني في اي 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 جوله في الأسواق والشوارع والأحياء الصناعية، بل مع الأسف حتى في مكبات النفايات تجد أعداد كبيرة من الأطفال يعملون في ظروف قاسية في سبيل توفير مبالغ، طيب، ذهيبة جدا. والله الأمر مبكي، الأمر، نعم، محزن. طيب. يعني في سبيل إنقاذ أسر من الفقر والجوع، وهذا طبعا نعود هنا إلى السبب الرئيس في ذلك، وهو فقدان الأب أو غياب المعيل، وهذا طبعا بسبب الحروب والعنف التي عاشها العراقيون، طيب، بعد 2000 ولا يعني بعد 2003. أستاذ أمال، أستاذ أمال، حتى لا نغادر هذه النقطة، سوق عمالة الأطفال والتسول في شوارع بغداد وأيضا بقية المحافظات العراقية، كيف ستنتج لنا أطفال؟ ما هي العينات التي ستنتجها؟ هل ستؤثر على مستقبلهم؟ يعني مثلا الطفل الآن الذي يتسول، لنفترض أن عمره 10 سنوات، بعد 10 سنوات كيف سينتج لنا شباب؟ طبعا هذه نقطة جدا مهمة. نعم. يعني هناك طبقة، الأسباب اجتماعية، أهلهم، أقاربهم، وعدهم يعني حماية اجتماعية قوية، هذول مثلا بأمان. الطبقات هذه اللي هي طبقات الأطفال الجايين من أسر فقيرة، اللي ما عنده أب، ما عنده بيت، ما يتسول، شنو مستقبله؟ أنا يعني أعتقد هذول يما بالنهاية ما راح يلقى غير إن يصير ميليشيات، أو يصير يروح مخدرات. هذولا طبقة جدا جدا خطرة على المجتمع العراقي بعدين. وإحنا على فكرة يعني من 2003 لحد اليوم كان هناك أطفال بال 2003 ودمروا، وهم حاليا مدمنين مخدرات، موجود ميليشيات. أنا أعتقد هذولا يشكلون خطورة، يعني هم اليوم أطفال لكن بعد 10 سنين هو راح يصير شاب.
ينتقم من المجتمع، أول ما ينتقم ينتقم من مجتمعه، ينتقم من البيئة مالته، فمستقبلهم جدا خطير. يعني أما ميليشيات يعني ما عنده غير حل. ممكن أن تنتج لنا يعني مجرمين أستاذة أمال؟ بالتأكيد 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 مجرمين مجرمين. هذه يعني ما ما ماكو واحد يشك بيها انه هؤلاء الاطفال اللي فقدوا الامان هو بالتالي راح ينتقم من مجتمعه لما يكبر. يعني هذا الا ما رحم ربي، يعني مستقبل مظلم مع الاسف، وتتحمل مسؤوليه الدوله. ما اقول غير شيء، يعني لا ام ولا اب. على فكره يعني هناك اطفال ينتمون العوائل عندهم ام واب، لكن هذه العائله فقيره، فقيره لاسباب كثيره. هذه المفروض الدوله تسندها، حتى لو كان عندهم ام واب، يسندوهم ماديا، يسندوهم معنويا، ورعاية اجتماعية وطبية. فما بالك طفل هو اصلا ما عنده لا ام ولا اب، اطفال نايمة بالشوارع. يعني هذا شو تتوقع من عند راح يصير بعدين؟ استاذ امال يعني لنتحدث بواقعية اكثر، يعني حتى نسبة حالات الطلاق الان لدى الشباب الصغار في السن هم من فقدوا ذويهم، من فقدوا المعيل، لذلك تضطر المرأة إلى تزويج البنات في عمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهم، حتى يعني لا تستطيع أن تعيلهم، وبذلك تتم حالات الطلاق بهذا العدد الكبير. ما هو تعليقكم على ذلك؟ صح. طبعا هذه جريمة ثانية ضد الطفولة. على فكرة من هو الطفل؟ الطفل كل شخص عمره أقل من 18 سنة. نعم. يعني هذا بالقانون وبقوانين الأمم المتحدة، الطفل هو كل شخص عمره أقل من 18 سنة. صحيح. يعني أنت إذا تزوج بنت عمرها 17 و16 فهذه جريمة، هذه طفلة بعدها طفلة. بالتأكيد العوائل الفقيرة تحاول تتخلص من مسؤولية البنات. نعم. وكلنا شفنا أطفال قاعد يزوجوهم. بالضبط. نعم. بالتأكيد هذه كارثة، تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة بحق الطفولة. طيب دكتور أيمن، أريد سؤالكم. هناك تقارير محلية ومن قبل منظمات محلية ودولية تنشر عن حقوق الطفولة في العراق، أريد أن أبحث معكم هذا المفصل، ولكن دعوني أذهب مشاهدينا الكرام ضيفي الكريمين إلى انفوجراف يتناول حال أطفال العراق بعد عام 2003، فلنتابع. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاته الجزء الأول من تغطيتنا التي نتناول فيها واقع أطفال العراق وحجم المعاناة التي يعيشونها في ظل تقرير أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ضيفي الدكتور أيمن العاني والأستاذة آمال الضفيري. دكتور أيمن، هل نكتفي بالتقارير التي تنشر من قبل المنظمات المحلية والدولية عن واقع الطفولة في العراق؟ الحقيقة أخي الكريم، هي يعني التقارير هي لتشخيص الحالة التي يعيشها الأطفال. نعم. فهي طبعا أداة مهمة للوصول إلى الحقيقة أو الواقع الذي يعيشه هذه الفئة. طبعا وعدم الاكتفاء بالتقارير أيضا يعني مسألة، هذه وجهة نظر مهمة، لأنه على الواقع في الواقع يعني الحال هو مأساوي
وأكثر من مأساوي يعيش ملايين الأطفال في ظل مصير مجهول. طبعا هذا الأمر الذي تحدثت فيه الضيفة وجنابك يعني استفسرت منها، لأنه مصير هذا يعني هذه الملايين من الأطفال. لذلك نحن نقول أن هذا أمر مخطط له مسبقا، يراد لهؤلاء لهذا الجيل يعني أن يفقد من مجتمعه ومن وطنه ويصبح أداة في يد هذه الجهة المتنفذة أو تلك، طبعا في ظل حكومات كما ذكرت هي تفتقر لأبسط الأولويات الوطنية. هذا هو الحال والواقع. دكتور يعني أنكا وعمار نعم. دكتور، التقارير الدولية خاصة من منظمات تعنى بحقوق الإنسان، نحن نتحدث بشكل عام وعن الطفولة بشكل خاص، يعني من يقرأ التقارير جميلة جدا ولكنها حبر على ورق، لكن على أرض الواقع لا شيء ملموس. كيف تعلق على ذلك؟ هو أخي الكريم طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا في مجال حقوق الإنسان، لأنه الغرض من الترويج لحقوق الإنسان في العالم، وهذا طبعا تلمسه جميع الشعوب التي باتت تحت الاحتلال أو تحت الحرب أو تحت الحصار. نعم. هذا يعني كان سببا للتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد. وهناك انتقائية مقيتة حقيقة في تنفيذ أو تطبيق القوانين. طبعا هذه الانتقائية تفرضها الاختلافات الجغرافية واختلافات العرق البشري ولون البشرة ولون العيون وما إلى ذلك من يعني تمييز، حقيقة تمييز مقيت في التنفيذ أو في حتى إثارة هذا الموضوع أو ذاك بالنسبة لحقوق الإنسان. نعم، هي التطبيق هو العلة، يبقى هو العلة في إيصال أو تحقيق العدالة ولو قانونيا، يعني لإنصاف الضحايا من الجانب القانوني، لكن مع الأسف الشديد هنالك سياسة كيل بمكيالين. نعم، يعني حتى هم يتحدثون عنها، يعني باتت تسكم الأنوف كما بالضبط. يقولون نعم. لأنه وما نعيشه اليوم من أحداث عالمية ومحلية تثبت لنا هذه الحقيقة المرة، وهذا دليل آخر على أن على عدم أهلية المتحكم بالعالم على النطاق البشري، لأنه لا يمكن يعني هذه الدرجة لا متناهية من الظلم، درجة لا متناهية من دعم الفساد، درجة لا متناهية من تجاهل الحقائق. طبعا يعني تحدثنا عن وضع الأطفال. طبعا وضع الأطفال هو كما ذكرتم أنه هو جزء من واقع كامل في العراق. نعم دكتور. لكن مع اتساع ظاهرة مثلا التفكك الأسري. نعم. التفكك الأسري هذا يعني مجال مهم يجري التجاهله في حتى من قبل السلطات الحكومية. التفكك الأسري، ارتفاع معدلات الطلاق لأسباب بالضبط. لا توجد دراسات لأسباب هذه لارتفاع هذه المعدلات، لا توجد دراسات للبحث في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات مثلا. نعم. ما السبب وراء انعدام مراكز رعاية وتأهيل نفسي لفئات كثيرة من المجتمع؟ ما السبب وراء ترك فئات كثيرة من المجتمع تواجه مصيرها بشكل أو بآخر؟ طيب دكتور. نعم. يعني هذا كله يعني تدفع هذه الفئات دفعا إلى التطرف وإلى
الجريمه والى التشرد والى الفساد، ويعني هذا كله طبعا وكله من مسؤول عن هذه المنظومه هو من يعني يدعي انه الذي يمسك زمام الامور. طيب دكتور، نعم. السياسيه نعم. طيب أستاذة أمال، أليس من المفروض أن يحظى الأطفال بالحماية القانونية وتطبيق القوانين اللازمة لذلك؟ نحن هنا يعني نقول أين مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان والطفولة، حقوق المرأة والطفولة مما يجري في العراق؟ أنت حضرتك عايشة بالخارج، أكثر الناس الذين هم في السلطة أكثرهم أغلبيتهم مزدوجي الجنسية، يعني بمعنى آخر عاشوا بالخارج ورأوا الطفل كيف يعيش في الدول الأوروبية وأيضا في الدول المحيطة بالعراق. أين مجلس النواب؟ أين لجنة حقوق الطفولة والمرأة من كل ما يجري بحق الأطفال في العراق؟ كلامك جدا صحيح. نعم. هؤلاء اللي هم مزدوجين جنسية ما زال أطفالهم يدرسون بأوروبا على فكرة. نعم. ما زال أطفالهم هنا يدرسون بالجامعات وجناسيهم ما زالت. هم موجودين الأغراض ثانية يعني. نعم. المسؤولية هي طبعا مجلس النواب هو اللي التشريعي اللي يشرع، هو جزء من هاي المنظومة الفاسدة. نعم. بالتأكيد هو جزء من هاي المنظومة الفاسدة اللي هم كلهم متجمعين بمنطقة محمية اللي هي المنطقة الخضراء، عندهم مدارسهم الخاصة، عندهم مستشفياتهم الخاصة. نعم. عندهم أمنة زين، هم هذه عايشين، هاي دولتهم، هذه دولتهم، ما لهم علاقة بالخارج أسوار المنطقة. ترى عوائلهم كلهم خارج العراق، يعني مو داخل العراق. كلها خارج العراق. ليش؟ لأن هم ما مقتنعين، هم موجودين المهمات معينة يأخذون فلوس، ويوم اللي يصير شيء بالعراق يتبدل، هو ما عنده مشكلة يأخذ جواز سفرة ويطلع حتى العراق. علاجهم أستاذ أمال، تعقيبا على ما تفضلت به، حتى علاجهم يعني إذا واحد ينشل يطلع يتعالج برا مو بالمستشفيات، لأن يعني يعرفون. نعم. واقع الصحي في العراق والمستشفيات. إذا هم شركاء بالجريمة. نعم. هم شركاء بهذا الفساد وشركاء بهذه الجريمة، هم مو معزولين عن الفساد، هم أساس الفساد، غالبيتهم متهمين بالفساد، فما أعتقد إنه هم خارج هاي المنظومة. أغلبهم جوي مع الاحتلال، غالبيتهم، ما يعني ما أقول كلهم مسؤولي. هسه أبسط مثال، يوم اللي المخيمات اللي صارت، لما صار البرد. نعم. وبطرت عليهم، وينها وزيرة الهجرة والمهجرين؟ راحت زارت هاي المناطق؟ زارتهم؟ زين، أنا نفسي داخلة بسبيس وياها وسألتها عن المهجرين، وعلى نكرت إنه أصلاً، وقالت إنه باقي هو مخيم واحد وسيتم إغلاقه عن قرب، نكرت أصلاً وجود مخيمات للمهجرين، نكرت هذا الشيء، وأتمنى هي تجاوبني على هذا الشيء. كان مستضيفنا سبيس لبناني. نعم. كان يتكلم عن حقوق المرأة وبينت كيف إحنا نعيش بالزهار وكيف الدنيا وردي. زين، نكرت زين، أنت يعني وراها طلعوا ناشطين مدنيين، يعني والله العظيم لما يطلعون هذول الناشطين يروحون يصورون، انا مصدقتها. زين. راحوا صوروا حال الاطفال وحال العوائل بالفيضانات، ولا مسؤول عراقي راح زارهم. زين، ليش؟ هو شنو، ايش قد يبعد بيت رئيس البرلمان عن هاي المخيمات؟ بعيد يعني عن رئيس البرلمان السيد الحلبوسي عن هذه المخيمات؟ أنا هذول ناس شركاء بهذه الجريمة، يتحاسبون قانونياً. لازم يجي يوم من الأيام يتحاسبون قانونياً. طيب دكتور أيمن، لو تحدثنا عن جانب من جوانب الحلول، ما الواجب لتحقيق النظام والاستقرار لأطفال العراق؟ يعني إذا أردنا الانطلاق لتقويم هذا الاعوجاج في حياة الطفولة في العراق، من أين نبدأ دكتور أيمن؟ نعم طبعا، يعني هذا الموضوع الحقيقة موضوع كبير، لكن
للإيجاز استقرار الطفل يبدأ بتوفير البيئة الآمنة للعيش، توفير المعاملة الحسنة، توفير الخدمات الصحية، يعني الخدمات الأساسية ولا سيما الصحية منها، التعليم الجيد الذي يفضي إلى تنمية المهارات الذهنية والجسدية. طبعا وقبل كل ذلك يعني هو التماسك الأسري والاستقرار النفسي لهؤلاء لهذه الفئة أو للأطفال عموما. يعني هذا أمر محال توفر في العراق حاليا في ظل المعطيات الحالية. هذه يعني أبسط شروط كيف نبدأ ل يعني توفير أو تحقيق الاستقرار للطفل. يعني هذا كله طبعا مرده إلى النظام السياسي الذي فرضه الاحتلال الحقيقة، الذي جلب الويلات للشعب العراقي، نهب ثروات البلد، هدر. محتاجين دكتور أيمن، محتاجين البلد. في مجلس النواب إلى قوانين أكثر تنظيما أو أكثر حدة إن صح التعبير لكي يعيش الأطفال في كنف ذويهم، نحتاج إلى مثل هكذا قوانين. الواقع يعني حتى وإن احتجنا هذه القوانين لكن يظل التطبيق مناط لأشخاص تميزوا أو يتميزون بالفساد، يتميزون بالمحسوبية، يتميزون بعدم المهنية، يتميزون بافتقار الخبرة. يعني هذا طبعا وهذا هو السياسة التدميرية الجارية في العراق بعد 2003، هو اختيار الأشخاص غير المناسبين ووضعهم في وجعل مصائر الناس يعني بأيديهم. وهذا لذلك يعني أعود وأقول لذلك هذا أمر مخطط له مسبقا، هذا أمر يراد له ذلك، لأنه الواقع لا يمكن أن يفضي إلى شيء حسن أو شيء جيد. لأنه ليس من مصلحة لا المحتل ولا من جاء به المحتل أن يكون الشعب في وضع مرتاح وفي وضع هادئ وفي وضع يمكنه من حتى النظر إلى البيئة التي يعيش فيها. ويعني غياب القوانين أو عدم تطبيقها أو عدم تفعيل القانون هذا كله طبعا يعني مخطط له حتى تظل الفوضى هي السائدة في العراق، هي الوضع السائد، هي لأنه هذا تستفيد منه الأطراف الأحزاب المتحكمة اليوم في البلاد. وإلا كيف تمرر مخططاتها، كيف تنفذ المخططات الخارجية التي تملى عليها؟ هذا كله طبعا جزء من كل، لكن من ينظر إلى المشهد العراقي بمجمله لابد أن تتضح أمام الصورة ويرى هذا بشكل واضح وجلي ولا يختلف عليه. طيب اثنان في هذا الموضوع. طيب دكتور أيمن سأعود إليك، ولكن في سؤالي الأخير لجنابكم أستاذة آمال، يعني قال الدكتور أيمن كي نحقق النظام والاستقرار للطفل لابد من أن توفر له البيئة الآمنة، المعاملة الحسنة، الخدمات بكافة أشكالها، التعليم الجيد. أقف عند عبارة المعاملة الحسنة والبيئة الآمنة. بحسب الإحصائيات تتحدث هذه الإحصائيات أن 80% من أطفال العراق يتعرضون للعنف، ما أسباب ذلك أستاذة آمال؟ طبعاً أسباب العنف الأسري أسباب كثيرة. نعم. أسباب يعني اجتماعية بالتأكيد، وقوانين فاشلة. ما أعرف إذا عندنا إحنا قانون يجرم العنف ضد الأطفال بالأسرة بالمدرسة. ماكو رقابة. هو المشكله التعنف مو ضد اذا الاب ينضرب،
الابي الشرطي يعني شفنا بدنا نشوف مآسي بالفيديوهات اللي قاعد تنزل. اذا الاب هو بالشارع ويجي واحد يضربه، نعم. يجي مثلا واحد ما ادري منين من يام ميليشيا يضربه ويهينه، ايش تتوقع يعني هذا الاب يجي شو يسوي ويا الطفل مثلا ويا زوجته؟ الاب طيب معنف، اذا الام هي نعم. ليل ونهار قاعد تفتر بتاكل من القمامه وتاكل وضربتها الشمس وكاتلها الفقر، نعم. يعني ايش تتوقع مثلا تجي شو تسوي للطفل؟ شلون تعامله معامله حسنه؟ اذا هي كارهه الدنيا وكارهه وكارهه كارهه كل شيء بحياتها، شلون تجي تعامله للطفل؟ العنف صار هذه عاده يوميه، يعني موجود بكل مكان. العنف ضد الكبير وضد الصغير ضد الجميع صار، ما ما ماكو فد قانون يردع، ماكو مؤسسه تردع هذا العنف. الطبيعي انه المدارس تراقب الاطفال اللي يتعرضون للعنف، وبدورها تقوم بتبليغ الرعايه الاجتماعيه عن هذا الطفل متعرض للعنف. لكن هل يجرأ مدرس او معلم يجرأ يقدم تقرير يقول هذا الطفل تعرض للعنف؟ هل عندنا احنا رعايه اجتماعيه عندها سلطه تروح وتحمي الطفل وتتكلم مع اهله وتعطيهم انذار؟ ما عندنا. انا اعتقد هذه الامور ما جت صدفه، هذه الامور كلها ممنهجه. طيب يعني استاذ امال بدقيقه، شنو الحل برأيك حتى ننقذ أطفال العراق؟ ننقذ العراق كله. أنت حتى تنقذ هذا الطفل ما يصير تعزله عن واقعه، ما تقدر تنقذه هو وأنت تهين أبوه، أنت أبوه مشرد. لازم الواقع السياسي العراقي كله يتغير، ماكو شيء اسمح يعني الحلول تتجزأ، تاخذ الطفل تحميه وأمه وأبوه وهو عايش ببيئة غلط. الحلول لازم تكون جذرية. أنا أعتقد حلول سياسية، هاي الطبقة الحاكمة كلها لازم تطلع حتى نرجع نبني عراق جديد ويحمي أطفالنا، يحمي هذا المجتمع. طيب أنا هذا رأيي يعني. طيب دكتور أيمن، بدقيقتين لو تفضلتم بذلك وتكرمتم، يعني أنت قلت لكي نحقق النظام والاستقرار للطفل أعود بيئة آمنة، معاملة حسنة، الخدمات، التعليم الجيد. في مسألة التعليم الجيد، أين تذهب مخصصات التعليم ليحتاج هذا العدد الكبير من التلاميذ للدعم التعليمي؟ بدقيقتين لو تفضلتم. يعني شكراً جزيلاً على هذا السؤال المهم، نعم. وهذه الإضاءة المهمة، نعم. الحقيقة مجال التعليم يعني النظام التعليمي في العراق تعرض إلى جريمة قتل على أيدي الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. واستهداف التعليم، كيف استهدف التعليم؟ إبعاد الكفاءات، جلب الفاسدين، هيمنة المحاصصة وأحزاب المحاصصة والأحزاب المتنفذة على هذا القطاع المهم جدا والحيوي الأساسي في بناء نفسية الطفل وبناء المجتمع حتى بالنتيجة. لكن هذا هو ضمن الاستهداف العام الذي يعني تحدثت عنه. يعني لدينا حجم فساد كبير في النظام في قطاع التعليم في العراق. نعم. ضعف هذا النظام وانحدارة الحقيقة، يعني شبه منهار، بنى تحتية متهالكة، نعم. يعني احتياجات جمة لا يمكن توفرها، نعم دكتور، في ظل المعطيات ويعني نظام المحاصصة وأحزاب المحاصصة، هذا كله أدى إلى انهيار، نعم دكتور، المنظومة التعليمية في العراق. أشكرك. شكرا، حياك الله. في نهاية تغطيتنا التي تناولنا فيها واقع أطفال العراق وحجم المعاناة التي يعيشونها، نشكر مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا دكتور. وأيضا كانت معنا عبر سكايب من ستوكهولم الناشطة الحقوقية آمال الضفيري، شكرا جزيلا أستاذة آمال. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.